وفي كلمة له حول تقرير منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، أكد عطاف أن الجزائر ستكرس عهدتها لتشجيع وتكثيف الحوار والتشاور والتنسيق بين كل الأطراف الفاعلة لبلورة حلول أفريقية تنطلق من الواقع القاري. عطاف أبرز أن هذه الآلية قد أكدت طابعها الضروري وأثبتت نجاعتها وساهمت مساهمة لا يمكن إنكارها في تعزيز مبادئ الحكم الراشد والحوكمة القوية في قارتنا.